زي ما قلنا لكم كده من بداية الحلقة، ضيفتنا النهاردة هي دكتورة في الجامعة وبالتحديد بتدرس الآثار، ولكن قررت ان هي من خلال الحاجة اللي هي بتحبها وهي طبعا الطهي والطبخ ان هي تساعد اخواتنا من المكفوفين عن طريق كتاب معمول بطريقة برايل بيعلمهم فنون الطهي، وكمان بيعلمهم ازاي ياخدوا بالهم من ادوات المطبخ ووسائل الامان بشكل عام. منورانا دلوقتي في الاستوديو دكتورة ايمان الحسيني، صاحبة كتاب وابليكيشن ومبادرة جوه الحلة. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام، سعيدة بوجودي معاكم جدا النهاردة. ده شرف لينا. تسلموا لي، اشكركم، شكرا على المقدمة الرائعة. اهلا وسهلا. طيب دكتور، يعني في البداية كده ايه اللي جاب القلعه جنب البحر من الاخر؟ يعني هي القلعه جوه البحر اصلا؟ انا عارف، بس هو دايما المصطلح او بيتقال كده في الفيلم، يعني اللي هو لمحمد سعد اللي هو كحاجه يعني ايه دعابه، يعني ايه الموضوع، ايه الحكايه، ايه اللي دخل موضوع الاثار وحب كمان للاكل وللطعام، وان كمان تعملي ابلكيشن وبرنامج وكتاب لاخواتنا من المكفوفين؟ هي الحكايه بدات من الهوايه نفسها. ان انا بحب الطبخ وبحب اهتم جدا باني اتعلم وصفات جديده، وبحب كمان ان انا ازوق الاطباق، يعني ما باكلش ما باكلهمش كده في البيت، لا انا بعمل لهم كانهم في مطعم. فاختي اللي اصغر مني اسراء هي اللي اكتشفت بقى الفكره بقى، وقالت لي لا اللي بتعمل اكل حلو كده لازم تبقى عندها ويب سايت تحط فيه وصفاتها. اتصرفنا بطريقه عاديه جدا وعملنا ويب سايت عادي لكل الناس. بعد 6 شهور جات لي اسراء وقفتني وقالت لي على فكره اللي بنعمله ده عادي جدا جدا جدا. قلت لها يا اسراء انت عايزه ايه؟ قالت لي عايزين نعمل حاجه نخدم بيها المجتمع. كويس. طيب يلا نفكر سوا. قالت لي لا تفكري لوحدك، انت اللي دكتوره. قعدت افكر بقى يوم 2 3، افتكرت حاجه ظريفه حصلت لي لما كنت في مدينه مدريد الاسبانيه. كنت كل ما اجي اعدي اشاره المرور ألقى صوت عصفورة بتزقزق مع إن الإشارة بقت خضراء للعبور. فلما سألت أهل أسبانيا هناك قالوا لي إن هم عاملين الطريقة دي عشان يوفروا للمكفوفين السلامة والأمان بإنهم يعبروا الطريق بدون مساعدة من أي حد. الله، دي حاجة حلوة. دي فعلا حاجة حلوة. لقيتها بعد الفترة دي، لا الموضوع ده ثبت قوي في دماغي. طب ليه إحنا كمان عندنا الطاقات وعندنا القدرات في بلدنا الجميلة إن إحنا نساعد برضو المكفوفين على إنهم يعتمدوا على نفسهم؟ ففكرت إنه من خلال هوايتي إن أنا أعمل مبادرة علشان أساعدهم إنهم يتعلموا فيها مهارات الطبخ. وبالفعل عرضت المبادرة على وزارة الثقافة المصرية وادتني عليها حقوق الملكية والإبداع. طبعا مبادرة جميلة جدا، واسم الكتاب كمان جميل جدا، يعني عجبني، كاتشي كده، لذيذ الاسم. بس عاوز اسالك، زي ما احنا عرفنا انه انت عامله كتاب وابلكيشن، ابتديتي قبل في ايه؟ عملتي الكتاب ولا الابلكيشن؟ ابتديت الاول في الكتاب. الكتاب بالحقيقه كان هو الانطلاقه الاولى للفكره وللمبادره، فيه 64 وصفه. وبيتميز الكتاب بحاجتين اساسيتين، الاولى ان احنا بنبدا الكتاب بارشادات السلامه والامان اللي يتبعها اي كفيف وكفيفه عشان يقدر يقف في المطبخ وهو سالم وامن واهله امنين عليه. اوكي. والحاجه هو ازاي تستعمل السكينه والحاجات دي، ازاي تستعمل السكين، هيلبس ايه، هيشعل البوتاجاز ازاي. أوكي. ايه الادوات اللي المفروض يستخدمها، هيستخدمها ازاي. والحاجه الثانيه ان احنا عاملين لهم لغه مخصصه ليهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في اغلب الوصفات اللي متوفره على الانترنت هي بتخاطب المبصرين، هتلاقوها دايما بتقول شوفي بصي. احنا بنشيل حاسه الابصار بقى تماما وبنعوضها بالشم واللمس والسمع والتذوق. يعني ايه؟ شمي المسي، شمي المسي. هقول لها مثلا اسمعي دلوقتي احنا بنعمل مكرونه، الميه هتغلي، ما هقول لهاش بقى بصي الميه غليت، هقول لها تسمعي صوت تقطيع الماء. حلو. فبنبدل كل ما هو مرئي عند المبصرين بما يناسب بقى بما يناسب الحواس الاربعه للمكفوفين. ودي حاجه فريده من نوعها، يعني محدش اشتغل بالتقنيه دي قبل كده انه يستبدل البصر عند المكفوف بالحواس الاربعه. حلو جدا. طيب يعني دكتور، لو جينا كده لمحتوى الكتاب نفسه، يعني في مثلا كام طبخه؟ زي ما حضرتك قلتي انه في برضو بعض القواعد لسلامه الناس اللي ممكن تبقى واقفه بتطبخ او واقفه في المطبخ او كده، ايه اهم النصايح اللي انت بتقدمها لهم، ومين كمان اللي كتب بطريقه برايل الكتاب؟ حلو جدا السؤال. هو اول حاجه الكتاب فيه 64 وصفه، الوصفات بتتنوع من السهل الى الاصعب، فالاصعب لحد ما نختم بفصل الحلويات. وبيتنوع ما بين المطبخ الشرقي والمطبخ الغربي. حل. علشان مش عايزين نحصر اي كفيف وكفيفه في وطننا العربي وفي مصر على وصفاتنا احنا وبس، لا عايزينه يتعلم وتتعلم انها تبص على المطابخ الاخرى. من الحاجات اللي بتميز الكتاب ان احنا واخدينه كده بالتدرج زي ما قلت من الاسهل للاصعب، وبنحط في الاول ارشادات السلامه والامان اللي من اهمها بنتكلم في ان احنا
انك لما تخش المطبخ لاول مره ككفيف او كفيفه لازم تصطحب حد مبصر معاك. اهم حاجه ان انت ترتب الادوات وترتبي ادواتك في المطبخ، انه يبقى عارف اماكن الحاجه فين، واماكن الحاجه زي ما بنقول بالبلدي على حطه ايدك او على حطه ايدك. محدش يرجع يعيد ترتيب الحاجه بعد دخول الكفيف وترتيبه ليها. بنقول برضو انه ممكن نعمل ستيكرز مطبوعه بطريقه برايل ونحطها على علب التوابل. حلو برضو. بنقول برضو ان احنا ما نلبسش ملابس واسعه وفضفاضه وذات اكمام فضفاضه اثناء الدخول الى المطبخ. صح. بنقول كمان ان احنا لو عندنا اي حيوان اليف زي القطه او غيره بنحطه في القفص بتاعه قبل ما بندخل المطبخ، لانه ممكن يدخل عليكم فجاه وانتم مش شايفين فيعمل عمليه ارتباك تؤدي لا قدر الله لحوادث. حلو. بنقول بقى حاجات كتيره جدا واخدين فيها 24 ورقه بحالهم. حلو جدا. الكتاب كان هو نقطه الانطلاق للتطبيق. يعني اتحركنا من فكرة الكتاب وساعدتنا على كده الحقيقة كورونا. لما لقينا نفسنا كلنا العالم كله انغلق على نفسه واحنا عايزين نديهم كورسات وجها لوجه، ففكرنا طب بدل ما نقف ايه المانع ان احنا نعمل تطبيق صوتي بلغة زي ما قلنا كاستمايزد مخصصة للمكفوفين بنستثني منها حاسة الابصار، ونساهم في ان احنا نعلمهم الطبخ من خلال هذا التطبيق. وبالفعل اطلقنا النسخه الاوليه بتاعته من حوالي 20 يوم. حلو جدا. مين اللي ساعد حضرتك في طريقه برايل؟ الكتابه كلها كانت مسؤوليتي انا، المحتوى كله من تاليفي، والكتابه بتتميز بقى في الموضوع ده ان كل الدور اللي عندها مطابع برايل بتاخد المحتوى مكتوب بالوورد وفورا بيتم طباعته برايل. حلو جميل كده. يعني ما كانش محتاج مني مجهود ان انا اتعلم اللغه دي، فده اثر عليا طبعا المسافه كتير قوي. اكيد قوي. طب دكتور مدام كنتي كمان بتتكلمي على الكورونا، طبعا احنا كلنا بعد ما طلعنا من الكورونا كلنا صرنا شف، يعني خلاص يعني لازم الحق ريتي بالتحديد في الكيك في الكيك. لا انا دخلت في البيستريز واقفه، بس يعني كلنا حسيتي انه صار في تفاعل اكتر، صار في ناس يعني اكتر حابه تشتري الكتاب ده من بعد الكورونا؟ التفاعل الحقيقه بقى اكبر، وخصوصا كمان في الفتره مش بس بعد الكورونا، بعد ما بدات وسائل الاعلام تسلط الضوء على المبادره نفسها، فبدا كل كفيف وكفيفه يحاول يتواصل معايا بشكل شخصي من خلال اما صفحتنا الرسميه على فيسبوك او من خلال التواصل معايا عن طريق حد يعرفني وهكذا. فبدا يبقى في اقبال على الكتاب، وبدا فعلا يتحمل التطبيق، يعني في خلال ال 20 يوم متحمل حوالي 105 مره لحد دلوقتي. فده بالنسبه لنا عدد كويس، لان احنا بنستهدف في اول سنه 365 بني ادم، يعني كانه كل يوم واحد. حلو. طيب دكتور هنا مين بقى يعني اللي بيعتمد على الكتاب ده اكتر، الرجاله ولا البنات والسيدات؟ يعني هنا مين اكتر حد ممكن بيشتغل على القصه دي؟ هو الحقيقه الغالبيه من البنات والسيدات. لكن ما اقدرش اقول انه الرجاله مش عايزين الكتاب، لا، طلب مني الكتاب لحد دلوقتي 2 من الرجاله. تمام. واحد منهم اعجب بالكتاب لدرجه انه بيقول لي انا بحطه جنب الكومودينو وكل يوم قبل ما انام هو ده الكتاب اللي لازم اقرا فيه. عظيم جدا. سالته ايه السبب؟ قال لي عشان حضرتك بادئاه بقصه قصيره قبل كل طبخه. أنا مش حاطة الطبخة كده على طول المقادير وطريقة التقدير. لا نعرف. لا ده أنا الموضوع إيه القصة؟ في وصفات كتيرة جدا ليها قصص تاريخية. يعني ال الوصفة دي كان ليها قصة. الكشري مثلا. الوالي الفلاني كان جاي مثلا من تركيا مبعوث لمصر عشان قصة كفتة داوود باشا مثلا. حلوة. الراجل ده داوود باشا ده كان حاكم على مصر. تمام. جه من تركيا عايز ياكل كفتة. كل لما حد من الطباخين المصريين يعمل له الكفته يقول له لا مش هي دي، وراح باعت لتركيا علشان يجيبوا له الطباخ بتاعه علمهم الكفته بتاعته اللي هو بالطريقه بتاعته وسموها على اسمه كفته داوود باشا. فكل حاجه ليها قصه كده ظريفه. فانت ربطتي بقى التاريخ، خدت بقى التاريخ بالاكل بقى والمطبخ والحاجات الحلوه دي. فكره حلوه قوي. حلوه جدا كده. علشان كمان يبقى فيه ستوري تيلينج، يبقى فيه قصه قصيره كده بتحمسهم تشجعهم. وفي الاول وفي الاخر مهم ان الواحد يضيف معلومه لاي حد بيقرا له حاجه. اكيد. حتى هتفضل في دماغه اكتر اصلا. بالظبط. ممكن تربطه اكتر بالطبخه. وده حاجه جديده، يعني ما اعتقدش كتير اشتغلوا بالاسلوب ده قبل كده. طب ايه احلى ردة فعل جات لك كده مثلا كومنت على مثلا سوشيال ميديا؟ الحقيقة جات لي حاجات كتيرة حلوة، بس اللي بسطتني قوي كانت من بنات في مدرسة كفيفات لما صرخوا في نفس واحد وقالوا بصرخة واحدة اخيرا حد حس بينا. الله. فدي. والحاجة التانية من الاستاذ اللي قال لي انا كل يوم لازم اقرأ من الكتاب مع انه كله وصفات، بس
ما بنامش غير لما اقرا منه قبل ما انام. فدي اكتر تعليقات. جات لك الفكره منين انك تحطي خسه قبل الوصفه؟ هو الحقيقه انا عندي موهبه الكتابه برضو. اه كمان ما كمان. شاء الله كله كل حاجه كل حاجه داخله مع بعضها. فقلت عشان نبدا الفكره اساسا ابداي يا ايمان بحاجه انت شاطره وموهوبه فيها. فجمعت موهبة الطبخ على موهبة الكتابة وعملت لهم توليفة كده وطلعوا مع بعض كده شكلهم طلع مع بعض حلو قوي. طب ايه اللي يفرق الابلكيشن عن الكتاب؟ يعني هل ضايفة فيه حاجات ولا زيه زي المحتوى الكتاب؟ الابلكيشن فيه فرقين كبار. الحاجة الاولانية ان الابلكيشن بنسمح فيها لكل كفيف وكفيفة ان هو يدخل وصفته بنفسه. اوكي. يعني هيسجل يبقى صانع الوصفة محتوى. صانع محتوى علشان نثبت للمجتمع كله ان هم قادرين على فعل كل شيء وانهم فعلا قد التحدي واكبر منه. اللي هو الدمج الفعلي بقى. بالظبط الدمج الفعلي. احنا بنقول ان المستهدفين بتوعنا هم شركائنا مش مجرد فئه وطائفه شركاء لنا في المجتمع، لا هم فعلا شركائنا حتى بالعمل نفسه. تمام. فدي اكبر ميزه موجوده انه يقدر اي كفيف وكفيفه من اي حته في الوطن العربي او حتى العالم يسجل الوصفه بتاعته. بيعمل احنا بيبقى عندنا بس سماح، بنسمح الاول ان احنا نسمع الوصفه نتاكد انها تمام والمقادير والحاجات دي، وبعدين ندي السماح بانها تترفع على التطبيق. الحاجه الثانيه ان احنا بنحضر دلوقتي ان يبقى في سكانر على التطبيق، بمعنى انه هيبقى من خلال كاميرا الموبايل يقدر اي كفيف وكفيفه يتعرف على المكونات اللي في المطبخ بمجرد ما يشاور بالكاميرا بتاعته على الحاجه. تبقى مسموعه. يبقى مسموع، يقول له ملح، يقول له نشا، يقول له دي. فده هيوفر عليهم مجهود كبير جدا. دي خلاص هتسهل حياتهم. بالزبط. على الاخر. بالظبط. فدي اكبر ميزتين موجودين الحياه في التطبيق واحنا شغالين على تطويره تقريبا كل يوم. طب ده بيحتاج ايه؟ بيحتاج مثلا ايه باركود مثلا اللي يتحط على كل منتج من المنتجات دي؟ هو الحقيقه الديفلوبر هو اللي ممكن يجاوب على سؤال حضرتك ده احسن مني. بس عظيمه فكره عظيمه بس جدا. هي الفكره كلها قابله للتنفيذ واحنا حاليا شغالين عليها دلوقتي عشان تبقى الابديت الجديد معانا في التطبيق. طب حضرتك ما اتكلمتيش مع وزاره الثقافه مع الدكتوره ايناس عبد الدايم مثلا في القصه دي؟ اصل الموضوع ده هام قوي، ده لو انتشر في كل حاجه احنا وفرنا يعني شوط كبير جدا في كل حاجه. يعني حقيقي. لو مش بس في المنتجات اللي هي الطعام، لا ده لو في الشارع، لو في اي مكان، لو في كافيه، لو في مطعم، لو في حتى يعني لو رايح حد رايح امتحان حتى لوحده هيبقى عارف هو الخطوات بتاعته اللي هيعملها بموبايله ايه، هيسمع. احنا الحقيقه تواصلنا مع وزاره الاتصالات. هي دي اللي تواصلنا معاها، واحنا بصدد دلوقتي ان احنا عارضين عليهم فكرتنا وفي انتظار القبول، ربنا ان شاء الله يكرمنا بيه. يا رب. وبعد كده بقى نشوف ايه سبل التعاون اللي ممكن تتم من خلال اي وزارات او هيئات حكوميه اخرى. حلو قوي. طب ايه الخطوه الجايه اللي حابه تعمليها برضو للمكفوفين؟ الحقيقه المكفوفين لما ابتدينا نشتغل في موضوع الطبخ طلبوا في غالبيتهم ان هم يتعلموا التطريز بالخرز تحديدا. فعايزه اقول لكم احنا بندور دلوقتي على كفاءات من الكفيفات كمان عشان يبقوا هم اول مدربات للتطريز بالخرز، وننزل ده كمان في خدمه جديده ليهم باذن الله عن قريب. بس دي حاجه صعبه قوي على فكره. جداً. انا من خارجه تصميم ازياء، انا عايزه اقول لحضرتك عارفه التطريز صعب قد ايه. يعني انا تواصلت مع واحده بالظبط من 4 ايام. فهي قالت لي ان هي شاطره جدا في التطريز بالخرز، وهلتقي بيها بكره ان شاء الله عشان نشوف بقى مدى مهارتها ونبدا ان شاء الله نعمل كورسات في هذا الاتجاه ان شاء الله. طيب برضو من خلال كده يعني خبرتك هنقول بقى خلاص في قصه انه استخدامات المكفوفين او الحاجات اللي ممكن تبقى معطلاهم شويه، ايه ابرز المشاكل اللي كانت مثلا بتتقلك انه دي حاجه بتبقى صعبه علينا ان احنا ندخل المطبخ بسببها او ان احنا نطبخ بسببها؟ هو في الاول خالص للمبتدئين الخوف الفظيع من النار ومن السكاكين. طبعا دي اكتر حاجه. فاحنا بنبدا نديهم الامان ونقول لهم نعمل لهم تهيئه نفسيه ونقول لهم عادي جدا ما فيش اي مشاكل. في بعض الخطوات لازم تتبعيها زي مثلا ما تتعامليش مع العيون الاماميه للبوتاجاز في بدايه طبخك. اللي ورا خليكي دايما في اللي ورا. ليه؟ عشان لو اتلخبطتي او حصل اي لخبطه قدامك وانت شغاله او حاجه وقعت تقع على البوتاجاز نفسه مش عليكي، فما تسببش مشاكل او حوادث. بنبدا نقول لهم في استخدام السكاكين انك تحطي ايديكي دي مثلا. احنا شايفين فيديو دلوقتي بس متمكنه ما شاء الله. ما شاء الله دي بتعمل لكم صينيه بسبوسه دلوقتي. الله الله يا دكتور. مش عايزه اقول لك بتاعتي دي بتاعتي انا بتاعتي انا من عشاق البسبوسه. بتنزل العجين وعايزين حته قشطه جنبيها بقى اسمها ايه؟ هي اسمها انجي. يا انجي عايزين معاها قشطه جنبيها انجي كده مع البسبوسه الحلوه دي. انا عايزه واحده المكسرات. بتحط المكسرات وكله زي الفل. تستخدم اهي النار وبتحط في الفرن بنفسها يعني مش محتاجه مننا. ده بقى الشربات ما شاء الله شاطره.
لا وجايباهم في النص يعني ولا حاجه عم تطلع لبره وعامله في العين الاماميه لا انزي خلاص احترفت الموضوع يعني عدت زي ما بيقولوا محترفه محترفه يعني لا والبسبوسه طلعت طعمها ايه يستاهل بقها لا لا لا, 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 لا حلوه قوي انا عايزه اقول لك في نهايه الفيديو غنت كمان قعدت تقول بسبوسه بسبوسه انت يا روسه لا والله جميله جدا يعني عجباني قوي ان هي خلاص بقى عندها الاصرار وبقت حافظه كل حاجه بالظبط يعني هي من جواها حافظه كل حاجه باللمس وبالسمع اماكنها فين كل حاجه يعني ترتبها ازاي مع وبعد كده تليهم حاسه التذوق فبعد ما بيتعودوا خلاص ان انت تقول لهم مهاراتكم ربنا حطها في الاربع حواس دي خلاص بيبقى عندهم قدرات فائقه ان هم يبهرونا كلنا هم دايما مبهرين ودايما عندهم طاقات مختلفه وما شاء الله في كل مجال هتلاقي فيه كده يعني بجد سواء كان بقى من الرجاله او كمان من البنات والسيدات هتلاقيهم فعلا متميزين جدا وبيعملوا الحاجه يعني على اكمل وجه ما فيش حاجه عندهم كده تلاقي ايه ناقصه خطوه لا هي كل حاجه عندهم لازم تكون متكامله ما شاء الله ودايما الكمال لله وحده سبحانه وتعالى يا دكتور نورتينا جدا يا الاستوديو منور بيكم بطريقه فظيعه يعني انا نوري صغنون قوي جنب النور خالص حضرتك مغطي علينا ربنا يخليك شرفتينا انبسطنا قوي مبادره جميله بتمنى الاضواء يكونوا عليها كمان اكتر واكتر ان شاء الله لانه حاجه بجد تشرف اشكركم شكرا جزيلا وسعيده جدا بوجودي معاكم النهارده واتمنى اشوفكم ان شاء الله في نجاحات ثانيه باذن الله ده شرف لينا يا دكتور اخيرا بس كده لمن يهم الامر الفكره بتاعت الدكتور عظيمة جدا فكرة ان احنا ممكن نعمل يعني زي باركود موجود في كل الاماكن وفي كل المنتجات وكل حاجة لاصحابنا ولاخواتنا من المكفوفين دي هتسهل علينا حاجات كتيرة جدا الموبايل بتاعه يحطه على اي حاجة هيسمع ده عبارة عن ايه فاتمنى ان حد ان شاء الله تواصل مع الدكتور ويساعدها في تنفيذ المشروع الجميل ده وكمان في الاخر خالص هي حاجة يعني خدمية طبعا لمجتمعنا ان شاء الله ودايما المزيد من التقدم طيب بعد الفاصل بقى لكل محب بقى ايه الابراج التوافقات مش عارف مين بيحب مين مع التاريخ ايه والكلام الحلو ده اكيد طبعا مع خبيره علم الفلك والابراج سابي بعد الفاصل المكالمات بقى وايه والاس ام اسز يلا بينا